قدم حزبكم حزب الاستقلال مذكرة إلى رئيس الحكومة، مذكرة اللي شرحنا فيها بعض النواقص والاختلالات اللي تعرفها التدبير الحكومي، بعض النواقص لأن لاحظنا أن هناك عدة نقاط وعدة قضايا أساسية اتفقنا عليها داخل البرنامج الحكومي، ولكن بعد مرور سنة اكتشفنا أنه لم يحقق ولم نحقق ونحن في الحكومة أي نقطة من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان المغربي، وحزبكم لعب دورا أساسيا في إعداد ذاك البرنامج. لاحظنا أن هناك تراجع في كل شيء، تراجع الناحية الأخلاقية أولا، لأن هذه الحكومة بنات برنامجها على تخليق الحياة العامة ورفع حزب العدالة والتنمية اللي هو الحزب الحاكم الآن شعار محاربة الفساد ومحاربة المفسدين، ولكن مع كامل الأسف بعد مرور سنة اكتشفنا أن رئيس الحكومة هو من كبار حماة الفساد والمفسدين في هذا الوطن مع كامل الأسف.